رمضان كريم. تتلقى بالعادة بعض المناطق العربية سيول وفيضانات كنتيجة للأحوال الجوية الغير مستقرة. لما نحكي عن سيول وفيضانات لازم نحكي عن ما حصل في جدة في العام 2009 وتحديدا في 25 نوفمبر أو بما يعرف أو يطلق عليه بكارثة سيول جدة. ب 25 نوفمبر من العام 2009 تعرضت مدينة جدة إلى ما يعرف بالكثير، والكثير هو مصطلح عامي بيطلقه أهل المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية على حركة السحب أو الحزام الرعدي من السحب بتحرك باتجاه الجنوب الشرقي. ترافقت سحب الكثير اللي أثرت على جدة في هذلك اليوم بسلسلة من العواصف الرعدية الشديدة بأحوال جوية غير مستقرة بشكل قوي جدا، حصلت على أثرها أمطار رعدية، عواصف رعدية، زخات برد بشكل كثيف وغير معتاد في مدينة جدة الساحلية. سببت الأمطار الغزيرة أو الحالة الجوية الشديدة اللي أثرت على مدينة جدة الخسائر التالية: تم جرف آلاف المنازل بفعل الأمطار الشديدة والسيول الجارفة اللي أثرت على المدينة، 116 حالة وفاة وأكثر من 350 مفقود في هذه السيول. بحسب التقديرات الرسمية أكثر من 3000 سيارة في مدينة جدة تضررت بفعل موجة السيول القوية اللي أثرت على المدينة. خسائر في البنية التحتية تقدر بملايين الريالات بفعل الأضرار الكبيرة الناتجة عن الأمطار السعودية، وبالتالي تعتبر كارثة سيول جدة في العام 2009 واحدة من أقوى الكوارث الجوية اللي أثرت على المملكة العربية السعودية. وبعد هاي الكارثة بعامين تأثرت جدة بكارثة جوية جديدة بفعل تجدد تساقط الأمطار الرعدية الغزيرة اللي رح نحكي عنها في الحلقة القادمة إن شاء الله. سلام.